بون، على كل حال صحيح صحيح، ولكن هذا الجيل تربى بالمواقع الاجتماعيه، عكس حنا الجيل تاعنا اللي ما يعرفش، يعني ما يعرفوش يتعاملوا كثير مع المواقع التواصل الاجتماعي، نظن لاعبين واعيين صراحه. هذه الحاجه اللي تفرحني، وان انني نوقف على هذا الجيل، جيل واعي، واعي بالمسؤوليه، واعي بناضج، ناضج ذهنيا. وهذا يعود كذلك جماعه اللي هضرت تكلمت على عوامل انتقاء في المنتخب الوطني عكس عوامل انتقاء في النوادي. دونك في المنتخب لازم لك عامل مهم هو العامل الذهني، لاعبين ناضجين ذهنيا اللي يعرفوا يسيروا بعض الامور كما تفضلت، امور التواصل الاجتماعي، يعرفوا يتعاملوا معهم بكل احترافيه. وبطبعا ما احنا رانا هنايا كطاقم فني وطاقم طبي اللي رانا نأطروا كل هاد اللاعبين بنصائح وتأثير التواصل الاجتماعي على نفسية اللاعبين، ولكن ظن هاد الشيء راهم يتعاملوا معاه بكل احترافية.